هنا بقى ده مشهد خطير جدا. العربيه اللي ماشيه دي حضرتك بتقتل الناس، بعد ما العربيه بتعدي من كل متر بتلاقي ناس ساقطه، ناس واقعه، وفي اسره كامله اتقتلت على الكوبري دوت، والعربيه دي ماشيه تنش رصاص وتضرب رايح جاي. كل ما تعدي العربيه خطوه، ودي عربيه ميكروباص وقفت تلم الناس اللي اصيبوا، والناس عمالين يحطوهم في العربيات. ده حضرتك المراكب اللي عند كوبري، نهايه كوبري قصر النيل اللي على ناحيه الزمالك. ايوه، لكن واحد من اخطر المشاهد They shot them on the back. There's another one coming. يا دوش